العتم شد الشمس ورسم حيلي من بين عنياب العتم شد الشمس ورسم حيلي شارة نصر خلي الختم باسمك يا أبو الأحرار باسمك يا أبو الأحرار الشخصية الطبية للعام الرابع عشر الدكتور الفلسطيني مشهور النعسان الذي يعتبر من أنجح الأطباء على مستوى الوطن ويشغل حالياً منصب رئيس أقسام النسائية والتوليد في مجموعة مستشفيات العربي. أنهى الدكتور مشهور النعسان دراسة الثانوية العامة في فلسطين ثم انتقل لدراسة الطب في جامعة كوبان الحكومية في روسيا، وبعد تخرجه عام 2000 انتقل للعمل في مستشفيات إيرلندا حيث أكمل دراسته. وخلال سنوات عمله في مجال الطب والتوليد نال عدة شهادات منها الزمالة البريطانية والزمالة الإيرلندية في الأمراض النسائية والتوليد وشهادة إنهاء التخصص العالي في أمراض النسائية والتوليد CCSI. وفي عام 2015 عاد الدكتور مشهور النعسان إلى أرض الوطن، وبحكم خبرته وشهاداته أصبح مرجعاً لمتابعة الحمل الخطر والإشراف على حالات الإجهاض المتكرر وحالات تأخر الحمل المتعسرة والعمليات الجراحية للأورام النسائية وعمليات المنظار. وحرص على نقل خبرته لأطباء الوطن حيث أشرف على تدريب أطباء ضمن برنامج تخصص النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد، وعمل أيضاً محاضراً لطلاب الطب في كلية الطب في جامعة القدس أبو ديس.